بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث تحت العنوان Adding Button Sets، واحدة من ضمن الفيتشرز الجميلة جدا في البرنامج ديت البوتون سيتس ديت. ست يعني حالة، بوتون يعني بوتون. طيب ايه القصة بتاعت بوتون ست ديت؟ ديت بمنتهى البساطة فيتشر من ضمن الفيتشرز بتوع البرنامج اللي بتخليك تعامل الاوبجكتس المختلفة كأنها راديو بوتونز، يعني تبقى سيلكتد او انها في حالة عادية. مش فاهم. لا طيب ماشي، مفيش مشاكل. اوكي انا عندي شيب 2 3 4 5، انا عندي خمس ايكونز ودولت صور يا جماعه، صور باكستنشن بي ان جي على ما اظن تقريبا، او اي سي او مش متذكر. المهم دلوقتي انا عندي خمس صور. تمام يا شباب. اوكي لو انا عملت بريفيو للمشهد ده او للسلايد ديت مثلا ودولت صور، هتلاقي ان ده سيلكتد ليه حاله، ده سيلكتد حالته كده منوره حوالين منها بوردر نور كده لونه ازرق لو الناس تاخد بالها منه حوالين منها، أو اوتوماتيك بيبتدي يعملها ده بس عشان مغير في الحاله بتاعته وحاطط له اوردر. ديت الفكره يا جماعه، ان انت بتعامل الاوبجكتس بتاعتك كانها سيلكتبل، فاهمني؟ بتختار حاجه من ضمن مجموعه حاجات، حاجه واحده بس من ضمن مجموعه حاجات كانها راديو بوتونز، فاهمني؟ فاكرين القصه بتاعت راديو بوتونز؟ انت بتختار ما بين مجموعه من الحاجات اللي واحده مع بعض حاجه واحده بس، فاهمني؟ ديت الفكره بتاعت البوتون ستات ده. هي مش بس على على البوتونز يا جماعه، على اي اوبجكت سواء كان شيب او بوتونز عاديه او مثلا صور، ايا يكن ايا يكن، انت ممكن تبقى تشتغل على القصه ديت. هي هتفيد، هتفيد شهور طبعا، وهنيجي لها ان شاء الله باذن كمان شويه، يعني في حدود مش متذكر بالظبط بس هنستخدمها بشكل وظيفي كمان شويه يعني. تمام طيب جميل، خلونا بس نستعرض فكرتها بشكل عام كده. لو انت كنت عايز تدرج البوتون سيت ديت يا جماعه، بمنتهى البساطه انت بتحط الاوبجكتس بتوعك سواء كانوا بوتونز اور ايا يكن. انا عندي عن نفسي مستخدم الخمسه دول. لو انت عايز تخليهم هم كست شويه كده مع بعض، جاست كليك يمين عليهم واختار بوتون سيت، وانا عندي كده يعني. انت عايز تجمعهم في ستاية واحدة، في ايه، في تجمع كده مع بعض، بحيث ان الجماعة اللي تحت دولت واحدة ما لهمش دخل بالجماعة اللي فوق. يا جماعة ده مجرد تمثيل. طيب انا هقول له نيو ست في ست جديد، وهقول له ديت مثلا ست 02 تمام، واقول له اد. يبقى دولت كده دولت حاجة واللي فوق دولت حاجة تانية، يعني هو لو اختار حاجة من هنا مش هيحرر له الاختيار بتاعه عشان يختار من بين الكل، لا دولت لوحدهم ودولت لوحدهم. طيب جميل، خلونا كده نرفع التايم لاين ونبص على الستيتس. الستيتس عندي حاجتين، حاجه في النورمال وضع النورمال والوضع السيلكتد. في السيلكتد انا مدي له بوردر يا جماعه، ممتاز. خلونا نعمل كليك ودبل كليك على سيلكتد واخد بوردر، كليك ودبل كليك على سيلكتد عشان ندي له ونفرض في فورمات يا جماعه بوردر من نوع معين، ولنفرض كان اللون ده. وهرجع على التايم لاين نفس الفكره، دبل كليك على ديت واروح على الستيتس، دبل كليك على سيلكتد في البيكتشر بوردر هديله لون. ارجع للتايم لاين دبل كليك على الشكل التالت، ونروح على قائمه ستيتس وسيلكت الدبل كليك عليها ونديله البوردر بتاع اللون ده كده، او ارجع للتايم لاين مره تانية كده. انا دولت كلهم واحده مع بعض. ها يا جماعه فهمتوني؟ طيب لا لسه ريفيو للسلايد ديت كده. لو انا عملت سيلكشن على اي واحد من دول هيبتدي يديني الحاله بتاعته، تمام؟ لكن لو انا عملت سيلكتد حافظ لي على وجود السيلكشن تحت مع وجود السيلكشن فوق. انا يعني في المستقبل هحاول اعمل بروجرامنج للقصه ديت، ان هو يختار حاجتين في وقت واحد وطلع لي ده اللي تشارت اور ايا يكن. مش المهم ان دولت عباره عن ست تجميعه مع بعض ما لهمش دخل بين شويه اللي فوق دولت يا جماعه. اكزاكتلي ده المشهد. تمام اوكي. لو اخدت بالك من القصه بتاعت الستيتس، عند الشيب الواحد مدي لك حالتين، الحاله النورمال الحاله العاديه، والحاله السيلكتد ان انت بتبقى في طور الاختيار. طب انت عايز تحرر تحررهم من طور السيلكشن، جاست كليك عليه واختار من بوتون ست، قول له نان، لا انا مش عايزهم، فبالتالي دولت مش تبع السيلكشن. فانا عملت بريفيو للسلايد ديت يا جماعه تمام، ودولت ده سيلكتد لوحده،
ده سيلكتد لوحده اهو، ده لوحده، فاهمني يا جماعه؟ يعني دولت مش دولت مع بعض، عشان كده لما بضغط على واحد الباقي بيتحرر، لكن ده لوحده وده لوحده، في حين ان دولت جماعه برضو مع بعض، فاهمني؟ دي القصه بمنتهى البساطه بتاعت البوتون سيتس. بنستخدمها هنستخدمها ان شاء الله باذن الله كمان شويه في ان احنا ايه نشتغل برمجه بالاحداث علشان نختار اكتر من حاجه في نفس الوقت. ديت فيتشرز جميله خالص بجد والله. تمام، لو انا بقى عايز احررها، انتوا فهمتوا الفكره، كليك كده على البوتونز اللي انت عايز تحررهم وتقول له في البوتون سيت انت عايز نان مش عايزه، ولو انت عايز تدخلهم في سيت جديده معاك نيو سيت. تمام، لو انا قلت له نان كده كل واحد هيبقى سيلكتبل باي اتسيلف، كل واحد يحصل له سيلكشن مع نفسه خالص، ملوش دخل بقيه الباقي زي ما احنا جربناها. تمام، لو عايزين نجمعهم في سيلكشن في ست واحده بس، جست كليك عليها ومن بوتون سيت حطهم لي فان واحده جديده، لو انت كنت عايز تعمل واحده جديده، او واحده من ضمن الحاجات اللي هي اوريدي موجوده معاك. تمام، لو انت طبعا بصيت على التايم لاين بتاعك، لو رفعنا كده سنة صغيرة وطلعنا فوق، هو مش مبين لي ان هم في ستس يا جماعة. تمام، لا لا، هو مش مبين لي ان هم كمجموعة واحدة او في ست واحدة سيلكتبل، لكن انت لو كنت عايز تطلعهم بره الست، جاست رايت كليك واختار نام ديت، فهم كده هيطلعوا بره الست اللي انت مشغلها لحسابك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.